كوكو حبيباتي، غوسيت غوزي اسهل وصفه تاع الرز. دونك تجي بزاف بزاف بنينه. هنايا حكمنا زوج بصلات صغار قطعناهم درنا لهم الرند قليناهم، وهنايا عندنا صدر تاع الدجاج قطعناه كاريات، زدنا له الثوم وزدنا حطيناه مع البصل هذاك مرمى تقلى، زدنا قليناه شويه مع لي زيبيس بيان سور، درنا كركم فلفل الكحل درنا ثوم مرحي درنا قزبر مرحي ودرنا الملح. دونك كيما راكم تشوفوا قلينا تخي تخي بيان هادو كامل لي زانغريديون. دونك نقول كامل ما كاش بزاف لي زانغريديون، كيما شفتوا كاين بوكو بلوس البصل الثوم والدجاج. دونك هنايا عندنا الرز تاعنا اللي غليناه نص طياب بيان سور مع الكركم وشويه ملح، ومن بعد حطيناهم في مقله زدنا عليهم هذيك الخلطه اللي درناها وحدها قليناها، زدنا لهم شويه زبده بيان سور، وزدنا لهم فنجان تاع ماء، فنجان صغير تاع ماء تاع قهوه تاع زمان هذاك. دونك وخليناهم يزيدوا يشربوا شويه باسكو هذاك الرز كان ما طابش 100%. نقول لكم لا غوسيت اللي تري تري فاسيل بزاف بنينه، سيوها وبالصحه والراحه عليكم.